HS Engineers. Go with the professionals. السلام عليكم، معكم باشمهندس محمد سالم. ان شاء الله هنتكلم النهارده سوا مع بعض في تكمله لكورس الهيت ترانسفير عن حاجه اسمها الهيت كوندكشن ايكويشن. في الحقيقه الهيت كوندكشن ايكويشن واحده من الحاجات المهمه جدا في التطبيقات المختلفه سواء الهندسيه او التطبيقات الحياتيه اللي موجوده معانا. ويمكن عشان نبتدي كده يعني نفهم سوا مع بعض حقيقه الهيت كوندكشن ايكويشن، تعالوا نشوف الفيديو ده. الفيديو ده بيوضح حاجه اسمها ثيرمال اناليسز على بليت. البليت ده المفروض ان انا يعني ببساطه البرنامج بيعمل سيميوليشن او محاكاه، لو انا اثرت بحراره في الجنب ده واثرت بحراره في الجنب الثاني اللي هو الناحيه الثانيه ده، وبشوف كده ايه اللي هيحصل، ازاي درجه الحراره هتتنقل من جوه الى من بره لجوه. هتلاحظ انه المنطقه دي حمراء جدا، يعني درجه الحراره فيها مرتفعه جدا، والمنطقه اللي جوه يمكن اقل شويه ودي صفراء، يعني درجه الحراره اكتر شويه. البرنامج هنا فائدته ان هو يحدد لي درجة الحرارة عند اي نقطة من النقط اللي قدامي، يعني ممكن مثلا ادير البوينت دي يديني درجة حرارة معينة، البوينت دي يديني درجة حرارة معينة. البرنامج ده استخدم معادلات معينة بنسميها الهيت كوندكشن ايكويشن او معادلات الحرارة بالتفصيل. الهدف من الكورس او الهدف من الليكتشر بتاعتنا النهاردة ان احنا نقدر ان احنا باستخدام التحليل النظري نحدد فكرة التمبريتشر ديستريبيوشن في الاشكال المختلفة. يعني هنعمل تقريبا نفس اللي بيقوم به البرنامج بشكل ما او باخر. فاحنا المهمة الاساسية ان احنا النهاردة نقدر نستنتج الاول المعادلات دي، نشوف ازاي هنقدر نوصل لها. الحاجة التانية نشوف ازاي نقدر ان احنا نحدد درجة الحرارة عند اي نقطة بالنسبة للاشكال المختلفة معانا ان شاء الله. عشان نقدر نعمل ده فاحنا محتاجين نشوف ايه الطريقة وايه الوسيلة اللي احنا هنعرف من خلالها. فاحنا عندنا شوية objectives او اهداف مرحلية عشان نقدر نوصل للهدف النهائي، وهنفكركم بيه ان شاء الله في النهاية. عندي اول هدف خالص مفاهيم معينة لازم تفهمها الاول قبل ما ابتدي استنتج المعادلات. يعني ايه multi dimensional heat transfer؟ يعني ايه heat transfer بيتنقل في اتجاهات متعددة؟ يعني ايه steady transient؟ يعني ايه heat generation؟ بعد كده هنستنتج المعادلات بتاعت الهيت كوندكشن في one direction، في one dimension، ويمكن في واحدة كمان هتكون معنا three dimensional، سواء في السيستم coordinates rectangular او cylindrical او spherical. الحاجة التالتة هنعرف الباوندري والانيشال كونديشن. خلونا نبتدي اول حاجة بدي السيستم coordinates او المحاور او الاحداثيات المختلفة اللي هتكون موجودة معانا خلال الليكتشر دي. اول حاجة عاوزين نعرفها يعني ايه اصلا احداثي، يعني ايه احداثي. فلما تيجي تبص عندي في النقطة اللي قدامي دي هقول والله لو فاكرين كنا بناخد قبل كده حاجة اسمها الكارتيزيان كوردينيت او المحاور الكارتيزية. كنا بنقول والله المحاور الكارتيزية هي بتتكون من محورين اساسيين اكس واي، وقلنا كنا بنقول ساعتها انه فايده السيستم كوردينيتس عموما ان هي تحدد لي البوزيشن بتاع اي نقطه موجوده عليه. يعني مثلا النقطه بي اللي قدامي دي عشان اقدر احددها بشكل واضح فانا ببساطه شديده جدا بعمل ايه؟ بقول بمشي ثلاث وحدات في اتجاه اكس الموجب، وبعدين بمشي بعد كده خمس وحدات في اتجاه واي الموجب. فالنقطه 3 و5 هنا بتمثل لي ايه؟ بتمثل لي البوزيشن بتاع النقطه بي. يبقى انا كده قدرت احدد النقطه بي من خلال السيستم كوردينيت بتاعي اللي موجود ده، تمام؟ طيب ده شيء جميل جدا. يبقى اذا السيستم كوردينيت فائدته الاساسيه انه يحدد لي البوزيشن بتاع النقط المختلفه اللي موجود عليه. واحنا ان شاء الله في الكورس بتاعنا في الليكتشر بتاعتنا النهارده هناخد كام سيستم كوردينيت. حقيقه احنا هناخد ثلاثه سيستم كوردينيتس. الاولانيه بنسميها ريكتانجولر سيستم كوردينيت، ودي ببساطه شديده جدا بتستخدم عشان اعرف الحراره في الاجسام اللي هي المستطيل او متوازي السطوح او
سواء متوازي السطوح او المربع او اقصد المكعب، يعني اي شكل ثلاثي الابعاد على نفس شكل الريكتانجلر. وده بقدر ان انا استفيد حقيقة، او بقدر ان انا احدد النقطة فيه عن طريق ان انا هنا بمشي مسافة اكس وبمشي مسافة واي ثم بطلع مسافة زد، تمام. ثم تاني حاجة السلندريكال، ودي بتستخدم طبعا اكيد في تحديد الهيت ترانسفير في السلندرز او الاسطوانات وما شابهها، وبحددها عن طريق التلات اركان الرئيسية، او عندي تلات اتجاهات رئيسية، نص القطر وفاي، زاوية ميل عن المحور اكس، زاوية ميل عن محور اكس، والزد اللي هو بيمثل الارتفاع، وعندي السفيريكال ودي برضو اللي هي التلات اتجاهات اساسية، نص القطر وزاوية ميل عن محور اكس وزاوية ميل عن محور زد اللي هي الار والفاي والثيتا. طيب ده كلام جميل جدا. دلوقتي عايزين نتنقل ونسأل سؤال، هي ايه فايدة اصلا السيستم كوردينيتس؟ يعني ايه الهدف من ان انا يكون عندي سيستم كوردينيتس مختلفة، وليه الهدف من دراسة الهيت كوندكشن ايكويشن في سيستم كوردينيتس مختلفة؟ ليه ما ادرسهاش مثلا في سيستم واحد، او ايه فايدة ان انا ادرسها اصلا في سيستم كوردينيتس؟ نقطة منهم كنا وضحناها قبل كده، ونقطة هنوضحها دلوقتي برضو بشكل اكثر تفصيلا في الفيديو الاولاني. هنوضحها دلوقتي ازاي؟ هنقول والله لو انا عندي بقول لك انه في البلين وول اللي قدامي دي عندي فيه كمية من الحرارة بتتنقل من خلال البلين وول دي مقدارها 500 كيلو جول، تمام. هل انت تقدر، او سالب 500 كيلو جول، هل انت تقدر من غير المحور اللي تحت ده تحدد لي اتجاه الحركة او اتجاه الهيت ترانسفير فين؟ حقيقة الامر الهيت ترانسفير كمية فيكتور، يعني كمية متجهة. يعني ايه كمية متجهة؟ يعني ليها ماجنيتيود، ليها مقدار اللي هو 500 كيلو جول، وليها اتجاه بنعرفه من خلال اتجاه السهم واتجاه الاشارة. الاشارة دي مبنية بشكل اساسي على السيستم كوردينيتس. يعني ايه؟ يعني لو انا كنت شلت المحور اللي تحت ده، لو كنت شلته واصبح مش موجود معايا، ما كنتش هتعرف اصلا فين الاتجاه الموجب وفين الاتجاه السالب. طب ده بيظهر بين، بيظهر معايا في الشكل اللي قدامي ده. بص كده، لما اقول لك 500 كيلو جول معناها انه الحراره بتتنقل من الوسط ده للوسط ده. ليه؟ لان ال 500 بتكون في الاتجاه الموجب مين؟ للمحور اكس اللي تحت ده. ولما اقول لك سالب 500 وات، دي معدل، يعني سالب 500 وات يعني في عكس الاتجاه، يعني الهوت ميديا من الناحيه دي والكولد ميديا من الناحيه دي. يبقى من غير السيستم كوردينيت اللي هو بالنسبه لي هنا بيمثل محور اكس، ما كنتش هتقدر تحدد اتجاه الهيت او الريت اوف هيت ترانسفير. وبالتالي دي احد مهام الهيت او السيستم كوردينيت. تاني حاجه عندي اللي هي بنسميها ال التمبريتشر ديستريبيوشن في الاتجاهات المختلفه. يعني مثلا انت النهارده لما تكون عاوز تجيب التمبريتشر ديستريبيوشن في الاتجاه ده كده، غير لما تكون عاوز تجيب التمبريتشر ديستريبيوشن في الاتجاه ده كده، تمام. وبناء عليه لو انا عاوز في الاتجاه ده، يبقى انا محتاج محور معين يمثل الاتجاه ده، ومحتاج محور يمثل الاتجاه الثاني، تمام. يبقى اذا انا محتاج السيستم كوردينيتس لسببين اساسيين. اولها انه الهيت ترانسفير كميه متجهه، وبالتالي هيحتاج الى اتجاه، وبالتالي هحتاج السيستم كوردينيتس عشان اعبر عن المتجهات المختلفه. الحاجه الثانيه هحتاج تمبريتشر ديستريبيوشن في اتجاهات مختلفه، او توزيع درجات الحراره في اتجاهات مختلفة بالنسبة للابليكيشنز اللي موجود عندي. طيب ده كلام جميل جدا. طيب دلوقتي هنبتدي نخش في مفهوم مختلف برضو من المفاهيم اللي احنا قلنا هنعرفها في البداية عندنا، اللي هي المالتي دايمنشنال هيت ترانسفير. يعني ايه المالتي دايمنشنال هيت ترانسفير؟ معناها ببساطة شديدة جدا انه الحرارة يمكن ان هي بتتنقل في كذا اتجاه. يعني مثلا الحرارة في المكعب اللي قدامي ده، لما تيجي تبص هتلاقي الحرارة بتتنقل في اتجاه اكس بس. يعني الحرارة بتتنقل في اتجاه اكس بس. لما تيجي تبص اهو هتلاقي اتجاه السهم بتاعي ماشي كده، كل الاسهم بتاعتي ماشيه في الاتجاه ده. يبقى في الاليمنت اللي قدامي ده هتلاقي ان كل الاتجاه بتاعي كله في الاتجاه ده. الاتجاه ده اللي هو اتجاه مين؟ اتجاه محور اكس. فبنقول دي اسمها one dimensional heat conduction transfer، انتقال الحراره بالتوصيل في دايمنشن واحد بس اللي هو اكس. طب ازاي يكون في two dimensions زي اللي قدامي دي؟ المفروض ان انا عندي في هنا محور اسمه
اكس وفي عندي هنا محور اسمه واي، هتلاقي ان الحرارة بتتنقل في اتجاه واي وبتتنقل في اتجاه اكس، يبقى دول عبارة عن 2 dimensional heat transfer conduction في اكس وفي واي. في 3 dimensional في 3 dimensional هنا لما تيجي تبص هتلاقي في اكس وفي واي وفي سوري في اكس وفي واي وفي في زد. طيب ده كلام جميل جدا، ده كلام جميل جدا. طيب عاوز اشوف ازاي هقدر استفيد من ده في النقطة اللي جاية، وهنشوف ازاي هنقدر نستفيد من ده كمان في الجزئية بتاعت الابلاي او فكرة التطبيق او ان انت تعمل ديدكشن للمعادلة بتاعت الهيت كوندكشن ذات نفسها. طيب دلوقتي برضو عايزين برضو من المفاهيم المهمة اللي لازم نتعرف عليها الستيدي ستيت والترانزينت. ايه بقى فكرة الستيدي ستيت والترانزينت؟ اول حاجة الستيدي ستيت معناها ببساطة شديدة جدا انه التمبريتشر ديستريبيوشن او الهيت ترانسفير ريت نوت تشينج وذ تايم، يعني ما بتغيرش بمرور الوقت. يعني لما تيجي تبص هنا هو مديك التوقيت هنا الساعة 2 بالليل اهوت ماشي، والتوقيت هنا الساعة 5 بالليل برضو، فرق ما بين الاثنين 3 ساعات. بص هنا على درجة الحرارة اللي في الأول، درجة الحرارة هنا 15 درجة سليزيس اللي هي في أول الجدار، وبعد 3 ساعات برضو درجة الحرارة 15 درجة سليزيس، هنا 7 درجة سليزيس، هنا 7 درجة سليزيس، وهتلاقي هنا برضو إن كيو دوت 2 بيساوي كيو دوت 1، يبقى معناها إيه؟ يبقى معناها إنه درجة الحرارة والهيت ترانسفير ريت الاثنين ما تغيروش بمرور الثلاث ساعات دول. فبالحاله دي بنسميها ايه؟ بنسميها ستيدي ستيت، ده بنسميه ستيدي ستيت. طيب يعني ايه ترانزينت؟ ترانزينت ببساطه شديده جدا انه في تشينج في التمبريتشر ديستريبيوشن او في تشينج في درجه الحراره والهيت ريت بمرور الوقت. يعني بص هنا ادي هي درجه الحراره 15 درجه سليزيوس، بعد 3 ساعات بقت 7 بقت 12 درجه سليزيوس، ال7 بقت 5، الكيو دوت 1 هنا كيو دوت 2 لا تساوي كيو دوت 1، يبقى ده بنسميه transient heat transfer. طيب ده كلام جميل جدا برضو. برضو من ضمن المفاهيم اللي احنا قلنا هنفهمها سوا مع بعض حاجة اسمها الهيت جنريشن. الهيت جنريشن، الهيت جنريشن بالنسبة لي هو مفهوم مهم جدا، هنحاول ان احنا نتعرف سوا مع بعض عليه من خلال الرسمتين اللي قدامي دول. اول حاجة الحيطة دي احنا كنا في الشابتر الاولاني في خلال كلامنا عن الميكانيزمز وفي الترانسفير، في خلال كلامنا عن الكوندكشن كنا قلنا انه انا اقدر احسب كمية الحرارة اللي بتتنقل من في خلال الجدار ده، لكن انا ما كنتش عامل حسبان او ما كنتش بتكلم على انه هل الجدار ده ذات نفسه مصدر للحرارة، يعني هل الجدار ده كده مصدر الحرارة، يعني ممكن يخرج منه هيت، هل ممكن يخرج لي هيت ولا لا. حقيقة الأمر زي المسألة اللي احنا كنا خدناها في المرة اللي فاتت بس كانت على الكونفكشن، يمكن كنا بنتكلم على انه لو في تيار ماشي مقداره 1.5 أمبير وفرق الجهد ما بين طرفين السلك 60 فولت، كان بيقول لك ايه؟ كنا بنقول انه الاماونت اوف هيت جنريشن اللي هي بتساوي الاماونت اوف هيت لوس اللي هي بتساوي الالكتريسيتي. طب هو ايه الهيت جنريشن؟ انه المفروض لما السلك ده بيمشي فيه تيار كهربي المفروض ان السلك ده بيبتدي يسخن، لما بيبتدي يسخن بيبتدي يولد حراره. طب ده شيء جميل جدا، بيولد حراره يبقى ده اسمه الهيت جنريشن، يعني هو السلك ذات نفسه بيولد حراره، مش مجرد بينقل حراره او مجرد ان هو بيحصل فيه زي جدار كده temperature distribution، فده بنسميه الهيت جنريشن او بنسميه توليد الحراره. حقيقه الامر مش بس السلك وال الجدار بتاعي هو اللي ممكن يحصل فيهم ده، ولكن عندي مثلا التفاعلات النووية تعتبر برضو مصدر من مصادر الهيت جنريشن، البوتاجاز بتاعك مصدر من مصادر الهيت جنريشن، المعادلات الاكزوثيرميك اللي هي معادلات الاكزوثيرميك اللي هي المعادلات الطرد حرارة، يعني التفاعل ده والتفاعل ده والتفاعل ده الثلاثة بيعطوا هيت خارج عندي في الناتج بتاع المعادلة الكيميائية. طيب ده كلام جميل جدا. عاوز بقى كده انا خلاص اتعرفت على كل المفاهيم اللي هتقدر ان هي تساعدني في استنتاج المعادلات اللي انا بقى عاوز اوصلها من بداية كلامي في بداية الشابتر ده مع بعض.
في الحقيقة أنا هتكلم دلوقتي عن one dimensional heat conduction، يعني هتكلم في dimension واحد بس، هتكلم عن الحرارة بتتنقل في dimension واحد بس. هنشوف إزاي هنستنتج المعادلة بتاعته. هتكلم برضو دلوقتي عن rectangular coordinate. زي ما قلنا rectangular coordinate يعني أنا بتكلم هنا في شكل متوازي سطوح أو متوازي أضلاع أو متوازي مستطيلات، وبتكلم في one dimension يعني الحرارة بتتنقل في اتجاه واحد اكس. يبقى احنا كده فاهمين من خلال الكونسبتس اللي احنا شرحناها في الأول الكلام بيمشي ازاي. طيب عاوزين هندرس الاليمنت، احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هناخد جزء صغير جدا من المكعب ده هنسميه دلتا اكس، اللي هو المسافه الصغيره دي. تمام، دي كده اكس ودي اكس زائد دلتا اكس، يبقى الحته الصغيره دي اسمها دلتا اكس. يبقى الاليمنت اللي قدامي ده اللي هو الشريحه دي كده اللي احنا جوه ده بنسميه الاليمنت اللي انا هشتغل عليه. تمام، هفترض انه في حراره داخله له اسمها كيو دوت اكس، وفي حراره خارجه منه اسمها كيو دوت اكس زائد دلتا اكس. يبقى في حراره داخله له اسمها كيو دوت اكس، وفي حراره خارجه منه كيو دوت اكس زائد دلتا اكس. هفترض انه في هيت جنريشن، يعني هو ذات نفسه بيولد حراره بمقدار جي دوت، بمقدار جي دوت يعني وليكن مثلا 50 واط 40 واط، anyway دي كميه الحراره اللي موجوده في الاليمنت ده. لو انا عاوز اعرف بقى الريت اوف تشينج اوف انرجي للاليمنت ده، يعني معدل تغير الطاقه اللي حصل في الاليمنت ده نتيجه مرور الحراره فيه وتوليد هو ذات نفسه للحراره، فهقول انه معدل الحراره اللي داخلاله، تمام دي معدل الحراره اللي داخلاله اهي، دي معدل الحراره اللي داخلاله ناقص معدل الحراره اللي خارجه منه زائد معدل الحراره اللي بتتولد فيه، هيساوي معدل التغير في الطاقه بتاعته، الطاقه بتاعته اللي هو بيحتويها اللي بيحتويها الاليمنت ده. يبقى تاني معدل الطاقه اللي داخله السيستم عني وزائد المعدل اللي هو بيولده، دول من جوه السيستم، ناقص اللي بيخرج بره، بتساوي التغير في الطاقه او في محتوى الطاقه اللي بتاع الاليمنت ده. فلما اجي يعني اعوض بالكلام ده، فهلاقي انه عندي الطاقه اللي داخله اللي اسمها كيو دوت اكس، الطاقه اللي خارجه عندي اسمها كيو دوت اكس زائد دلتا اكس، ومعدل الحراره اللي بيتولد اسمه جي دوت اليمنت بالنسبه لي، ومعدل التغير في الطاقه بالنسبه للزمن هسميه دلتا اي اليمنت بالنسبه لدلتا دي. هاخد الترم ده، الترم ده تمام، هاخده وهاخد الترم الثاني بتاع الدلتا اي اليمنت باي دلتا تي، وهبتدي اشوف ازاي هفكهم عني. اول حاجه الدلتا اي اليمنت دول اللي هي المفروض انرجي هيت. تمام، لو تفتكر في الثيرموداينامك انت كنت بتقول ايه؟ كنت بتقول انه الانرجي او الهيت انرجي كانت بتساوي ايه؟ بتساوي في حاله الكونستانت فوليوم ام سي بي دلتا تي، او في حاله الكونستانت بريشر ام سي بي دلتا تي. تمام، فلو انا هستخدم نفس الفكره دي، فام سي دلتا تي اللي هي كانت هناك تي 2 ناقص تي 1، اللي هي هنا تي تي زائد دلتا تي ناقص تي تي، دي اللي هي درجه الحراره في الخارج اللي هي بالنسبه لي هنا تي 2 اللي هي تي تي زائد دلتا تي، والتي الثانيه اللي هي تي تي اللي هي في الدخل بتاعي او في البدايه. طب ده جميل جدا. بعد كده الكتله، الكتله 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 بتساوي ايه؟ الكتله بتساوي الكثافه، تمام، في الحجم، الحجم اللي هو عباره عن ايه؟ في دلتا اكس. طيب ده شيء جميل جدا. ليه؟ طبعا احنا عارفين انه الرو بتساوي ام على في، فلو انا عاوز احسب اشيل الكتله هتبقى رو في في. طيب السي زي ما هي اهي، ودي الرو، مين ده؟ الاي في دلتا اكس. الاي في دلتا اكس ده اللي هو الحجم، حجم الاليمنت ده بيساوي ايه؟ بيساوي مساحه السطح ده كده اللي انا بخططه دلوقتي كده، مساحه السطح ده وهو عباره عن قيمه ثابته بالنسبه للوجه اللي داخل واللي خارج، في الدلتا اكس اللي هي السمك اللي انت يعني ممكن تقول اصلا مساحه اي شكل هو عباره عن مساحه القاعده في الارتفاع. يعني لو اعتبرت ان دي قاعده كده، دي القاعده بتاعت الشكل اهي، وده الارتفاع الصغير، الحته الصغيره دي، فتبقى مساحه ده في الجزء ده يديني الحجم، يبقى ايه في دلتا اكس بتعبر عن الحجم. طيب ده كلام جميل جدا.
الحاجه الثانيه برضو اللي هفكها، هقول ان جي دوت اليمنت بتساوي جي دوت في في اليمنت، واحنا لسه قايلين انه الفي هي الايه دلتا اكس. طب مين الجي دوت دي؟ دي بتمثل كميه الطاقه المتولده لوحده الحجم، يعني دي وحدتها بتساوي وات على المتر مكعب، دي عباره عن وات على المتر مكعب، تمام؟ يبقى دي عباره عن وات على المتر مكعب. طيب لما تضربها في المتر مكعب دي ديك وات اللي هي الجي دوت اليمنت، يبقى دي عباره عن ايه؟ معدل توليد الطاقه لوحده الحجوم، او معدل توليد الحراره لوحده الحجوم، اللي هي جنريشن بير يونت فوليوم. طيب جميل، هشيل بقى الجي دوت اليمنت وهشيل الدلتا اي اليمنت وعوض بيهم في المعادله الاصليه اللي فوق. لما تيجي تعوض بيهم هيبقى شكل المعادله، هيبقى شكل المعادله كالاتي. يمكن احنا كتبنا عليها، معلش. هتلاقي بقى انه كيو دوت اكس، كل ده مجرد تعويض مباشر، يعني الكيو دوت اكس زائد الكيو دوت اكس زائد دلتا اكس زائد جي دوت في دلتا اكس. كل اللي انا عملته بس ان انا عوضت تعويض مباشر، ما عملتش اي حاجه، تمام؟ بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هقسم على الاي دلتا اكس. لما تقسم على الاي دلتا اكس هتطير من هنا وهتطير من هنا، هتطير الاي دلتا اكس من هنا وهتطير الاي دلتا اكس من هنا، ودي هتتقسم على دلتا اكس على اي دلتا اكس، و هيبقى لك هنا ايه؟ رو سي في تي تي زائد دلتا تي ناقص تي تي على دلتا تي. تعالوا نشوف كده. طيب ادي اهوت، انت قسمت زي ما قلنا هتطير، هنا هيبقى لك جي دوت، وهنا هيبقى لك رو سي في تي ناقص تي على الدلتا تي، وهيتبقى لي هنا اللي هو معدل انتقال الحراره. طب السالب دي جت منين؟ انا خدت هنا في سالب عامل مشترك وخليتها في الشكل ده، وهنشوف انا هستفيد من الشكل ده في دلوقتي. طيب احنا قلنا من شويه او من اول ما ابتدينا الكلام خالص ان انا هاخد شريحه صغيره جدا خلال فتره زمنيه صغيره جدا. المفهوم الرياضي اللي يعبر لي عن الكلام ده اللي هو انه ان انا بقول كاني بقول يعني انه انا خدت الليمت عند دلتا اكس تقول لصفر، كانه بقول انه انا يعني ال 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 القيمه دي، القيمه دي او قيمه دلتا اكس دي بتقول الى الصفر في النهايه بتاعتي، تمام؟ فانا لو خدت الليمت لدلتا اكس يبقى انا بعبر عن مفهوم انه دلتا اكس دي صغيره جدا، ولو خدت هنا الليمت دلتا تي يبقى بتقول للصفر، يبقى انا بعبر عن ان دلتا تي دي صغيره جدا. لما تيجي تبص بقى هنا ليمت اهوت اهو دلتا اكس تقول للصفر، يعني معناها ان انا خدت شريحه صغيره جدا جدا جدا. لما اجي استخدم الليمت دلتا اكس بالنسبه للمفهوم اللي قدامي ده، فهلاقي بقى ده كله على بعضه كده اتحول لحاجه اسمها التفاضل. الناس اللي خدت في الكالكولس التفاضل هتفتكر انه التفاضل بيعبر عن الليمت اللي هو للتغير في الخاصيه اللي موجوده عندي. فاذا ده كده بيعبر عن ايه؟ معدل التغير في الريت هيت ترانسفير، معدل التغير في الريت هيت ترانسفير بالنسبه لاكس. واحنا خدنا قبل كده انه الريت هيت ترانسفير بيساوي ايه؟ سالب كي في ايه دلتا تي باي دي اكس، دي خدناها قبل كده. فهتشيل الكيو دوت دي وتعوض عنها بالقيمه اللي قدامي دي، وبعدين بعد كده تشيل السالب ده مع السالب بتاع الاي ده، والاي كونستانت، فهتشيل الاي مع الاي، هتشيل الاي دي مع الاي اللي تحت، الاي دي كده هتتحذف مع الاي اللي هنا. طب تعالوا كده نشوف شكل المعادله هيبقى عامل ازاي. اهوت دلوقتي لسه ما شالش الاي اهوت، انا خدت الليمت، لما خدت الليمت اصبح عندي جوه كي اي بارشل تي بارشل اكس زائد جي دوت رو سي، ودي بارشل تي بارشل تاو اللي هي عباره عن ايه؟ المعدل تغير درجه الحراره بالنسبه للزمن. ليه؟ لان انا برضه زي ما خدت ليمت دلتا اكس خدت ليمت دلتا تي تقول للصفر، تمام؟ ده كلام جميل جدا. زي ما قلنا انه الاي هتبقى كونستانت، فالاي دي هتطير مع الاي دي، فالمعادله هتتحول للشكل الاتي: بارشل بارشل اكس كي بارشل تي بارشل اكس زائد جي دوت بتساوي رو سي بارشل تي بالنسبه للزمن، اللي هو معدل تغير درجه الحراره بالنسبه للزمن. طيب ده كلام جميل جدا. المعادله دي مش اخر معادله حقيقه
هبسطها، ولكن ممكن نتوقف هنا شويه ونقول انه الثيرمال كوندكتيفيتي في الاصل مش ثابته، ولكنها بتتغير بتغير درجه الحراره، وليها متغيرات كتير حقيقه. ولكن انا هعمل عمليه سمبليفاي، يعني هعمل عمليه تبسيط عشان اوصل لشكل ابسط من المعادله اللي عندي، وهعتبر انه الكي كونستانت، يعني هي في الاصل مش كونستانت. فلما اعتبر الكي كونستانت، الكي دي هتطلع بره، يعني الكي طالما هي كونستانت هتطلع بره هنا خالص. فلما تطلع هنا تمام، هيبقى عندي بارشل بارشل اكس البارشل تي بارشل اكس، اللي هي معناها المشتقه. لما اشتق البارشل تي بارشل اكس كمان مره، يبقى معناها المشتقه الثانيه الاكس، معناها المشتقه الثانيه لاكس دي كده، معناها المشتقه الثانيه لاكس. طيب وبعدين بعد كده هقسم، تعالوا نشوف كده اهوت، يبقى دي معناها المشتقه الثانيه لاكس. طب وبعد كده لما اطلع الكي بره هنا، اهيت الكي بره، هقسم عليها تمام، هقسم على الكي. فلما تقسم عليها هتطير من هنا وتنزل هنا الكي اهو، ادي الكي هتنزل هنا، وهيبقى عندك هنا برضو الكي بتاعتي اهي، ادي الكي. طيب حلو قوي، ده كده الشكل، دي كده هتبقى المشتقه الثانيه اللي هي دي تمام، ودي الجي دوت على كي اللي هي دي، هي الترم الثاني. والترم الثالث ده ما فيش حصل فيه اي تغيير، اللي هو معدل تغير درجه الحراره بالنسبه للزمن، ولكن الوحيد اللي حصل فيه تغيير الترم ده تمام. انا شلت الترم اللي اسمه رو سي على كي، وحطيت مكانه حاجه اسمها واحد على الفا. مين الالفا دي؟ الالفا دي بنسميها الثيرمال ديفيوستي تمام، الثيرمال ديفيوستي، وهي في الاصل بتساوي كي على رو سي بي تمام، كي على رو سي بي. طيب الاول هي كانت هنا رو سي على كي، فانا لما شلتها حطيت واحد على الفا المقلوب بتاعها. طيب خلينا نتكلم شويه عن الثيرمال ديفيوستي ونفهم يعني ايه اصلا، يعني ايه اصلا ثيرمال ديفيوستي، يعني ايه ثيرمال ديفيوستي. حقيقه الثيرمال ديفيوستي تعبير مهم جدا، بيعبر عن كميه الهيت اللي بتتنقل عن طريق التوصيل بالنسبه لكميه الطاقه اللي بيحتفظ بيها الجسم. بمعنى لو فرضت عندي انه انا عندي جسم، طبعا قيمه الثيرمال ديفيوستي دي يعني هي زي ما قلنا بتقارن من الاخر عند كميه قدره الجسم على توصيل الحراره بالنسبه لقدرته على الستورد او تخزينها تمام. فده معناه ايه؟ ده معناه انه لو كميه الثيرمال ديفيوستي دي قيمتها كبيره، ده معناه انه الجسم ده يقدر ينقل حراره بشكل سريع جدا. يعني ايه؟ يعني لو فرضت مثلا ان هو كميه الحراره او كميه الحراره اللازمه عشان ارفع درجه حراره الجسم ده 1 درجه سيليزيوس وليكن مثلا 20 كيلو جول تمام، وهو قدرته على التوصيل ال 20 كيلو جول دول مثلا 10 كيلو جول، يبقى هو قدر مثلا ان هو ينقل نص الطاقه اللي موجوده عندي تمام، قدر ان هو ينقل نص الطاقه اللي موجوده عندي. لكن لو انا قلت انه في عندي جسم بيستغرق وقت اقل في رفع درجه حرارته، وليكن مثلا درجه حرارته او كميه الحراره اللازمه عشان ارفع درجه حرارته 1 درجه سيليزيوس بدل ما كانت 20 كيلو جول هتبقى مثلا 10 كيلو جول حتى، ولكن هو ما بينقلش من الحراره اللي ارتفعت عنده ديت الا 1 كيلو جول بس، يعني الثيرمال ديفيوستي بتاعته 1 على 10، انما الثاني الثيرمال ديفيوستي بتاعته كانت نص تمام. فالثيرمال ديفيوستي بيعبر عن سرعه انتقال الحراره اللي الجسم ده قدر يختزلها تمام. وبالتالي كل ما تكون الثيرمال ديفيوستي دي كبيره جدا، يعني كل ما تكون قيمتها كبيره، يبقى معنى كده انه كميه الحراره اللي هو بيوصلها بالنسبه للحراره اللي هو بيختزنها بداخله تعتبر كبيره، وبالتالي يبقى قدره الجسم على توصيل الحراره عاليه جدا، والعكس صحيح تمام. طيب المعادلة دي حقيقة ممكن يكون ليها أشكال مختلفة على حسب تطبيق الكلام اللي احنا خدناه قبل كده. ازاي؟ قال لك والله طب تعالى كده، مش دي المعادلة الأصلية، هي دي المعادلة الأصلية بتاعتي بكل الترمات بتاعتها. طب لو فرضت ان هو ستيدي ستيت، يعني ايه ستيدي ستيت؟ احنا لسه قلنا في الاول خالص في الكونسبتس اللي احنا عرفناها من الاول، انه الستيدي ستيت معناها انه الجسم ده ما بيقدرش، او الجسم ده درجه الحراره ما بتتغيرش مع الزمن. معنى ان درجه الحراره ما بتتغيرش مع الزمن، يبقى البارشل تي اللي هي او التمبريتشر ديستريبيوشن ده هيبقى بصفر، صح؟ دي كده لما تبقى بصفر هي تبقى شكل المعادله بالاتي. يبقى في حاله الستيدي ستيت هيبقى شكل المعادله دي
المشتقة الثانية لدرجة الحرارة بالنسبة لإكس زائد الهيت جنريشن على الثيرمال كوندكتيفيتي بيساوي صفر. طيب لو فرضت إنه مفيش هيت جنريشن بس ترانزيانت، ترانزيانت يعني بارشال تي بالنسبة للزمن ليها قيمة، ولكن الهيت جنريشن ذات نفسه هو اللي بصفر، الهيت جنريشن بصفر، يبقى شكل المعادلة هيكون بالشكل الثاني اللي قدامي ده. طيب لو فرضت إن أنا عندي ستيدي ستيت وذ نو هيت جنريشن، يعني إيه؟ يعني مفيش معدل لتغير درجة الحرارة بالنسبة للزمن ولا في هيت جنريشن، يبقى الشكل الاخير بتاعي هيبقى اللي هي دي 2 تي باي دي اكس 2 او اللي هو السكند ديريفيتيف للتمبريتشر بالنسبه للمسافه. طيب ده كلام جميل جدا. احنا دلوقتي اتكلمنا على الوان دايمنشنال هيت كوندكشن فين؟ في ريكتانجولار كوردينيتس. تمام، اتكلمنا على الريكتانجولار كوردينيتس. طيب بالنسبه للسلندريكال كوردينيتس حقيقه يعني عشان ما نضيعش وقت الليكتشر كله في الاثباتات، يعني فهتلاقي اثبات السلندريكال والسفيركال الاثنين ان شاء الله بالتفصيل في الديسكريبشن تحت، وانت تقدر ان شاء الله تستنتجهم بنفسك، ولكن هنقف على المعادله. طبعا هو هي نفس الطريقه، يعني هو ما فيش اي تغيير في الطريقه خالص، هي نفس الطريقه، الفرق بس في الاريا اللي انت هتستخدمها لاثبات السلندريكال والاريا اللي انت هتستخدمها لاثبات السفيركال، لكن هي في حد ذاتها ما فيش فيها اي تغيير، هي نفس الفكره. الريت اوف هيت انلت ناقص الريت اوف هيت اوتلت زائد الهيت جنريشن بتساوي معدل التغير في الانرجي الكليه بتاعتي. المهم هستنتج عندي المعادلة اللي قدامي دي، ده بيمثل معدل تغير درجة الحرارة في اتجاه مين؟ في اتجاه R اللي هو في اتجاه نص قطر. خلي بالي ده الاتجاه هو اللي بيحصل فيه انتقال حرارة، يعني هي الحرارة بتتغير بس في الاتجاه R في اتجاه نص القطر، الحرارة بتتغير في اتجاه نص القطر بس، لكن بمعنى اخر انه مفيش تغيير حرارة في اتجاه مين؟ في اتجاه L مثلا، مفيش تغيير اتجاه حرارة في الاتجاه ده. يبقى انا عندي الحرارة معناها معنى الكلام ده ومعنى المعادلة اللي انت وصلت لها في الاخر، وده معنى الوان دايمنشنال اصلا، ان الحرارة بتتغير في اتجاه واحد بس. الحاجة التانية ده الهيت جنريشن، وده الكلام بتاعي بتاع ال 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 الستيدي والترانزيانت، نفس الكلام برضو في حاله الستيدي ستيت وفي حاله نو جنريشن وفي حاله نو جنريشن وستيدي ستيت. طيب السفيريكال برضو نفس الكلام، برضو هتلاقي المعادله فيها هنا ار وبارشال تي بارشال ار، معناها ان الحراره بتتغير في الاتجاه بتاع نص القطر بس، معناها ان الحراره بتتغير في اتجاه نص القطر بس. ونفس الكلام برضو بتاع الهيت جنريشن وبتاع ال الستيدي ستيت والترانزيانت. طيب ده كلام جميل جدا. عاوزين بقى نتكلم دلوقتي، احنا كنا بنتكلم فين؟ في وان دايمنشنال. طب لو 3 دايمنشنال هيت كوندكشن، ببساطه شديده جدا ومن غير ديدكشن ولا حاجه، ايه الفارق ما بين الاثنين؟ لو لاحظت هنا ايه الفارق ما بين المكعب ده والمكعب اللي فات؟ انت كان عندك في المكعب اللي فات دي كيو دوت اكس ودي كيو دوت اكس زائد دلتا اكس، فهتلاقي انه كان عندك ايه؟ كان عندك بارشال تي بارشال اكس. لو تفتكر في الاول خالص كنا بنعرف انه الهيت ترانسفير ليها درايفنج فورس او مسبب اساسي، المسبب الاساسي لوجود الهيت ترانسفير هو وجود تمبريتشر ديفرنس، تمام، او وجود من الاخر تمبريتشر ديستريبيوشن او معدل لتغير درجه الحراره في اتجاه بتاع الهيت ترانسفير. يعني معنى ان انا اقول انه في هيت ترانسفير في اتجاه اكس ففي معدل تغير للحراره في اتجاه اكس. يبقى ايه الفرق ما بين المعادله اللي فاتت والمعادله دي؟ الفرق ببساطه شديده جدا زي ما هيبان، انه بدل ما كان عندي بس بارشال 2 تي بارشال اكس هيبقى عندي واحده في واي واحده في زد. ليه؟ لان اصبح هنا عندي في اتجاه واي في هيت ترانسفير وفي اتجاه زد هيت ترانسفير، يبقى نتيجه انه اصبح عندي هيت ترانسفير فاصبح عندي في تمبريتشر ديستريبيوشن في الاتجاهات الثلاثه. والمعادله دي بقى كده بنسميها الجنرال equation، المعادله العامه دي كده المعادله بتاعت الهيت ترانسفير في الريكتانجولار كوردينيتس بغض النظر عن اي شيء. يعني دي المعادله اللي المفروض تكتبها بقى في كل الحاجات اللي المفروض ان انت تستنتجها فيما بعد، واللي من خلالها تقدر ان انت تفهم المعطيات الاساسيه اللي هتبقى موجوده عندك. تمام جدا. برضو نفس الكلام بتاع الستيدي ستيت والترانزيانت والهيت جنريشن. في حاله الستيدي ستيت زي ما قلنا برضو الترم ده هيبقى بصفر،
وبناء عليه المعادله هتبقى التغير في الثلاث جهات زائد هيت جنريشن. المعادله دي كده بنسميها بواسون ايكويشن او معادله بواسون، يعني ليها اسم معين فقط لا غير. المعادله اللي بالشكل ده بنسميها معادله بواسون. لو ما فيش هيت جنريشن بس في ترانزينت بالشكل ده فدي بنسميها ديفيوجن ايكويشن. ديفيوجن ايكويشن لو في ستيدي ستيت يعني الترم ده بصفر ومفيش هيت جنريشن كمان، يعني الهيت جنريشن كمان بصفر، فدي بنسميها لابلاس ايكويشن. والمعادله لابلاس دي ده بنستخدمها في حاجات كتير قوي وهتاخدوها كتير، هتاخدوها حتى في الديفرنشال ايكويشن هتستخدموها كتير جدا المعادله بتاعت لابلاس. دي معادله لابلاس اللي هو معدل التغير في درجه الحراره في الاتجاهات الثلاثه. طيب ده كلام جميل جدا. بعد كده هتنقل عندي على نقطه الانيشال والباوندري كونديشن. اخر جزئيه عندي قبل ما ابتدي بقى اخد اكزامبلز وابتدي احل كذا اكزامبل كده على الموضوع ونشوف ازاي هنقدر ان احنا نستفاد منه. في الحقيقه يعني ايه باوندري كونديشن او يعني ايه انيشال باوندري كونديشن؟ الاول هو ببساطه شديده جدا بنسميه الشرط الحد. يعني ايه؟ يعني احنا كنا بنتكلم دايما من غير ما نخش في تفاصيل درجة الحرارة هنا بكام ودرجة الحرارة على النقيض الاخر بكام. يعني بصوا شايفين الخطوط اللي هي الحمراء دي، كل دي بتمثل خطوط للمعادلة اللي اسمها المعادلة معادلة توزيع درجة الحرارة اللي انت تقدر تستنتجها من المعادلة اللي اسمها d2t/dx2d. دي تقدر تخرج منها معادلات كتيرة جدا وهنشوف ازاي نقدر نخرج منها معادلات كتيرة جدا. تمام، مين بقى اللي بيحدد لي الخط ده اللي هو الميل بتاع الخط ده اللي بيحدده لي بشكل اساسي؟ اللي هي الباوندري كونديشن او الشروط بتاعه الحدود بتاعتي. ايه الشروط بتاعه الحدود؟ شرط هنا واضح وصريح جدا، ان هي الشرط هنا بيقول انه درجه الحراره عند بدايه الجدار اللي عندي بيساوي 50 درجه سلسيوس، وهو ده اللي انت بتكتبه عندك هنا، انه تي عند اكس بتساوي 0 50 درجه سلسيوس، والتي عند ال بتساوي 15 درجه سلسيوس. طب ده انا هستفاد منه؟ هتستفاد منه، وان شاء الله لما نيجي نوضح الاكزامبل دلوقتي هتبان معايا. وكذلك برضو فكرة الانيشال كونديشن. الانيشال كونديشن ببساطة بتعبر عن المفهوم الترانزينت بشكل اساسي. وانا عندي ببساطة شديدة جدا لو انت عندك مثلا درجة الحرارة الساعة 2 بالليل كانت 15 درجة سليزيوس، تمام، وبعد مرور 3 ساعات اصبحت درجة الحرارة 12 درجة سليزيوس. حلو، يبقى درجة الحرارة في البداية عندي، درجة الحرارة عند تي بيساوي صفر، عند تي بيساوي صفر كام؟ 15 درجة سلسيوس. يبقى تي عند تي بيساوي صفر 50 درجة سلسيوس، وعند اكس بيساوي صفر. يعني ممكن اكتبها بالشكل ده اللي هي تي اكس تي اللي هو صفر وصفر بيساوي 15 درجة سلسيوس. ده بقى بنسميه انيشال كونديشن او ظرف ابتدائي. بظرف ابتدائي بيعبر في حالة ترانزينت على انه لو عندي تغير في التمبريتشر او الهيت ترانسفير يبقى كان عندي وضع اسم وضع ابتدائي بنسميه انيشال، وعندي وضع بنسميه وضع نهائي بنسميه فاينل. فالانيشال كونديشن بيعبر عن الوضع الابتدائي للجدار او الابلكيشن اللي المفروض انا بدرسه. المهم عندي برضو جدا انك تعرف حاجه اسمها سبيشال كيسز للباوندري كونديشنز. يعني ايه؟ يعني ممكن اجيب لك في المساله او البروبلم اللي موجوده عندي ممكن ما ادالكش الباوندري كونديشن واضحه وصريحه، ممكن ادالك في صيغه كلام. ازاي الكلام ده؟ يعني مثلا ممكن اقول لك انه الجدار بتاعي ده انسيوليتد، يعني معزول. انسيوليتد يعني معزول. يعني ايه انسيوليتد؟ يعني ببساطه مفيش هنا تغير لدرجه الحراره في بداية عندي، مفيش تغير لدرجة الحرارة. يعني بارشل تي بارشل اكس بيساوي صفر، يعني معدل تغير درجة الحرارة عند النقطة دي بيساوي صفر. ليه؟ لأنه معزول، معزول مفيش تغير بالنسبة لي لدرجة الحرارة. تمام، يبقى إذا لما أقول لك إن هو معزول يبقى تقدر تستنتج من هنا إنه معدل تغير درجة الحرارة عند النقطة دي بيساوي صفر، لأنه في حالة عزل أو في حالة عزل حراري. يعني تمام، يعني بالنسبة لي هنا مفيش درجة الحرارة في الجزئيه دي موجوده، ما فيش تغير لدرجه الحراره بالنسبه لي عند الحته دي. النقطه الثانيه برضو هي نقطه لو انا عندي اهوت دي المعادله بتاعتها، لو انا عندي الثيرمال سيمتري. يعني ايه؟ يعني لو قال لك والله ان التمبريتشر ديستريبيوشن سيمتريك. سيمتريك يعني ايه؟
يعني متماثله في الشكل الهندسي اللي عندي. يعني ايه؟ يعني بتفضل تزيد 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 لحد ما توصل للماكسمايز، وتقل تقل تقل لحد ما توصل للماين، لحد ما توصل لنفس النقطه اللي ابتدت عندها الناحيه الثانيه. فهي هنا سيمتريك، يعني ماكس الماكسيم بتاعها في المنتصف. لو تفتكر كنت بتاخد قبل كده حاجه اسمها القيمه العظمى، كان يجيب لك في الريادات يقول لك اوجد القيمة العظمى والقيمة الصغرى، وقيمة عظمى محلية وقيمة صغرى محلية. كان الكلام ده حقيقة كنت بتعمل ايه؟ كنت بتقول المشتقة الأولى للدالة بتساوي صفر، واحنا كنا بنستخدم أصلا المشتقة الأولى عشان نجيب الماكسمايز أو نجيب القيمة العظمى. أهو ده نفس الكلام، معنى إنه هو سيمتريك. ففي نقطة هنا بتمثل بالنسبة لي الماكسمايز، يبقى النقطة دي عندها اشتقاق الحرارة بالنسبة لإكس بيساوي صفر. وهو ده ببساطة اللي أنا أقدر أستخدمه في فكرة الثيرمال سيمتري. تعالوا نشوف إزاي ما هنستخدم المعلومات اللي احنا قلناها دي في مثالين بشكل مبدئي، وإن شاء الله ممكن نجيب أمثلة تانية ونبتدي نحلها سوا مع بعض في الفيديوهات اللي هي على الجزء ده. المسألة اللي قدامي أو البروبلم اللي قدامي بيقول لي large plane wall of thickness L بتساوي 2 من 10 متر، عندي جدار سمكه 2 من 10 متر، thermal conductivity 1.2، surface area بتاعته 15 متر تربيع، درجة الحرارة على الجنبين بتوعه ثابتين بتساوي 120 درجة سليزيوس و50 درجة سليزيوس. determine بيقول لك حدد أو احسب يعني الـ variation of temperature within the wall. عاوز أول حاجة تغير الحرارة مع الـ wall، وعاوز قيمة الـ value of temperature at x بتساوي 1 من 10 متر، ودرجة الحرارة عند x بتساوي 1 من 10. المطلوب التاني عاوز الـ rate of heat conduction through the wall under steady state conditions، في خلال الـ steady state عاوز معدل انتقال الحرارة في خلال الـ steady state. تعال نشوف شكل الرسم. عندي ادي البلين اهوت، الطول ده اللي بيمثل 2 من 10 متر، ودرجة الحرارة دي اللي هي هو بتمثل عندي نشوف 120 درجة سليزيوس ودي 50 درجة سليزيوس. تعالوا نشوف ازاي هنحل المسألة دي مع بعض. بالنسبة لي دي المعادلة العامة بتاعتي، عاوزين نشوف ازاي هنقدر ان احنا نستخدم المعلومات اللي احنا قلناها قبل كده عشان نقدر نحل المسألة دي مع بعض. اول حاجة بعملها ان انا زي ما شفت بكتب صورة المعادلة العامة اللي موجودة عندي، دي اول حاجة بعملها. بعد كده ببتدي اعمل ايه؟ ببتدي احذف الترمات اللي مش موجودة عندي. ازاي؟ اول حاجة هي الحرارة هنا بتتنقل في 1 direction ولا 2 direction ولا 3 direction؟ انت شايف ايه؟ يبقى درجة الحرارة قدامي بتتنقل فين في كام دايركشن؟ درجة الحرارة قدامي بتتنقل في 1 دايركشن. ليه؟ هو مديك هنا اهوت انه الحرارة بتتنقل في الاتجاه ده بس، وبالتالي في تغير حتى في درجة الحرارة في اتجاه واحد اللي هو ال 120 درجة سليزيوس وال 50 درجة سليزيوس. اذا الترم بتاع الواي ده ملوش لازمة، والترم بتاع الزد ده ملوش واحدة ملوش لازمة، تمام؟ يبقى دول أول حاجة. يبقى المعادلة عندي أول حاجة اتصفت فيها، بما إن أنا بتكلم في large plane wall of thickness L 1.2، بتكلم على ال rate of heat conduction through the wall خلال الجدار اللي عندي خلال السمك بتاعه، يبقى أنا بتكلم هنا في one direction أو في direction واحد اللي هو بتاع ال conduction بتاعي، وبالتالي احذف الواي واحذف الزد. تاني حاجه ما قاليش في المساله خالص، ما جابش سيره هيت جنريشن، ما قاليش انه الجدار ده بيخرج منه جنريشن او ما فيش سلك كهرباء مثلا ماشي فيه او اي حاجه تدل على انه في جنريشن للهيت بتاعي خلال المساله، تمام؟ وبالتالي الترم ده كمان هيطير. تالت ترم هيطير لانه او رابع بقى ترم هيطير لانه ستيدي، يعني المفروض ما فيش معدل لتغير درجة الحرارة بالنسبة للزمن. يبقى الاربع ترمات دول اللي انت بتكتب اول حاجة صفة المعادلة بشكل عام، وبعدين بعد كده بتشوف ايه اللي يتناسب مع الكلام بتاعي ويشوف ايه اللي اقدر ان انا احسبه، وبالتالي شكل المعادلة عندي هتبقى بالمنظر ده، هتبقى عبارة عن التفاضل التاني لدرجة الحرارة بالنسبة الاكس بيساوي صفر. طب بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بعمل عمليه انتجريشن. لما كامل الصفر هتبقى دي تي باي دي اكس بتساوي ثابت، وبعدين بعد كده اكامل كمان مره هيبقى عندي التكامل كمان مره هيبقى عباره عن سي 1 اكس زائد سي 2.
كده انا استخدمت المعادله بتاعت الهيت كوندكشن اللي انا كنت المفروض اثبتها او استنتجها مع بعض. طيب دلوقتي بقى عاوز احسب، عشان احسب الشكل، هو اول حاجة اول مطلوب ده طالب الفاريشن اوف تمبريتشر، معدل تغير درجة الحرارة ويدن دول. يبقى عشان احسب تغير درجة الحرارة دي معدل درجة الحرارة، يبقى لو قدرت ان انا احسب سي واحد وقدرت احسب سي اتنين اقدر ان انا احسب مين؟ اقدر احسب معدل التغير في الول لدرجة الحرارة. طب اعرف سي واحد وسي اتنين، هنا بقى يجي دور الباوندري كونديشن. طب ايه هي الباوندري كونديشن بتاعتي؟ الباوندري كونديشن بتاعتي اللي هي عبارة عن ايه؟ انه عند تي فانكشن صفر، اللي هي تي صفر، تي عند اكس بتساوي صفر بتساوي تي واحد، يعني تي عند اكس بتساوي صفر بتساوي 120. والباوندري كونديشن التانية انه تي عند اكس بتساوي ال بتساوي 50 درجة سلسيوس. اهوت دي كده بنسميها الباوندري كونديشن، تي عند اكس بتساوي صفر بتساوي تي واحد اللي هي 120، وتي عند اكس بتساوي ال بتساوي تي اتنين بتساوي 50 درجة سلسيوس. هعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله ان انا هعوض عن اكس بصفر وساوي الناتج اللي عندي بكام؟ بال 120. وبعدين تاني مرة اعوض عن اكس بال واشوف برضو اساوي الناتج اللي عندي ب50. طب اول تعويضة لما تيجي تعوض اهو، لما تعوض عن الاكس بصفر هيديك ايه؟ سي واحد بصفر زائد سي اتنين، يبقى في نهاية الترم ده كله على بعضه كده هيطير، هتبقى لك سي اتنين بتساوي مين؟ بتساوي تي واحد اللي هي 120. ثم هعوض مرة تانية عن ال، فهيديك سي واحد في ال زائد سي اتنين، وسي اتنين انت حسبتها قبل كده بكام؟ سي اتنين حسبتها طلعت سي واحد، يبقى ممكن اشيل سي اتنين وحط تي واحد، يبقى ممكن احسب من هنا سي واحد هتبقى عبارة عن تي اتنين ناقص تي واحد على ال، اهو تي اتنين ناقص تي واحد على ال. جد انا جبت مين؟ جبت سي اتنين وجبت سي واحد، هعوض بيهم بقى فين؟ في المعادلة بتاعت التي اللي موجودة عندي، هعوض عليهم في المعادلة بتاعت التي اللي موجودة عندي. يبقى في النهاية معادلة التي هتتحول لتي اتنين ناقص تي واحد على ال في اكس زائد تي واحد. يبقى دي بنسميها ايه؟ دي معادلة تغير درجة الحرارة في في الول اللي قدام. طيب ده شيء جميل جدا. ده اول جزء في المطلوب الاولاني اللي هو الفاريشن اوف تمبريتشر ويذن ذا وول. تاني حاجه عاوز يعرف قيمه درجه الحراره عند اكس بتساوي 1/10. فاكرين لما قلت لكم في الاول خالص في اول الفيديو، لما قلت لكم ان انا عاوز احسب درجه الحراره عند نقطه معينه من خلال التمبريتشر ديستريبيوشن، اهي المعادله دي كده بتمثل لي التمبريتشر ديستريبيوشن. المعادله ده اهي بتمثل لي التمبريتشر ديستريبيوشن ثرو ذا وول. واللي انا هعمله دلوقتي ان انا هجيب عند نقطه، هجيب درجه الحراره عند فين؟ عند اكس 1/10. اذا كانت المسافه دي كلها 2/10، فعند اكس 1/10 تقريبا في نص المسافه اللي موجودة عندي هوت. وبالتالي يبقى عند اكس 1/10 كل اللي انا اعمله ايه؟ ان انا اعوض عن القيم اللي موجودة عندي، يعني اتعوض عن تي 2 ب50 درجة سليزيوس، تي 1 ب120 درجة سليزيوس، ال ال ب2/10 متر، الاكس ب1/10 متر، والتي 1 بكام؟ ب120 درجة سليزيوس. لما تعوض هيديك كام؟ اهوت دي تي 2 ودي تي 1 ودي ال ودي ال ودي ال ودي اكس القيمه اللي انت عاوز عندها درجه الحراره، ودي ال 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 اللي بيمثل لي تي واحد، وفي درجه الحراره. يبقى درجه الحراره هنا كام؟ 85 درجه سلسيوس. يبقى درجه الحراره هنا 85 درجه سلسيوس. يبقى انا قدرت اعرف درجه الحراره عند نقطه محدده داخل ايه؟ داخل البليت. تاني حاجة عاوز يعرف الهيت كوندكشن. معادلة الهيت كوندكشن اللي احنا عارفينها قبل كده، كي اي تي واحد ناقص تي اتنين على ال، او سالب كي في اي تي اتنين ناقص تي واحد على ال، ايهما تستخدم مش هتفرق. هعوض بقى هنا تعويض مباشر، الكي هو مديهالك، الاريا هو مديهالك برضو، الاريا اهي 15 متر مربع والكي بواحد واتنين من عشرة. هتعوض تعويض مباشر، 120 ناقص 5 ناقص 50 على 2/10 تجيب معدل انتقال الحرارة اللي هو 6300 واط. تمام. تعالوا ناخد مثال تاني بس المرة دي على السلندريكال كوردينيتس. المسألة اللي قدامي بيقول لي consider a steam pipe، اهيت الستيم بايب بالنسبه لي.
دي عبارة عن أنبوبة، الأنبوبة دي بيمر فيها ستيم طولها 20 متر، ده الطول بتاعها هو 20 متر، الطول بتاعها 20 متر تمام، ومديني الراديوس الاولاني 6 متر، الراديوس الداخلي بتاعي 6 متر، والراديوس الخارجي اللي هو اللي بره 6 سنتي والخارجي 8 سنتي، ومديك الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتك 20 واط على المتر كلفن، ومديك الانر والاوتر سيرفيس اوف ذا بايب ار 200 ان 200، دي تي 1 150 درجه سيلسيوس وتي 2 ب 60 درجه سيلسيوس. اول حاجه عاوز الجنرال ريليشن اوف تمبريتشر ديستريبيوشن انسايد ذا بايب اندر ستيدي كونديشن، عاوز العلاقه اللي بتاع درجه الحراره زي اللي احنا استنتجناها المره اللي فاتت بتاعه التي فانكشن، بس المره دي التي فانكشن هتبقى فين؟ التي فانكشن هتبقى في الراديوس، لان معدل انتقال الحراره هنا فين؟ في الراديوس. تاني حاجة الريت اوف هيت لوس، عاوز كمية الحرارة اللي فقدت خلال الستيم ثرو ذا بايب خلال الانبوبة اللي قدامي. ادي دي المعادلة العامة هي اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في الوان دايمنشن. طبعا هي في معادلة طبعا للسلندريكال، بس احنا ما تطرقناش ليها لان هي يعني ممكن تكون يعني فيها شيء من التعقيد شوية، لكن عموما اجمالا وتفصيلا خلينا نتكلم في الوان دايمنشن بشكل اساسي في السلندريكال. في السلندريكال بالنسبة لي هبتدي ابص على المعادلة اللي قدامي دي، هتلاقي اول حاجة هو قال لي ايه؟ هو قال لي ان هي ستدي تمام، وبناء عليها اهي اندر ستدي كونديشنز الترم ده هيطير، ما اتكلمش عن اي نوع من نوع انواع الهيت جنريشن، فده هيطير، فهيبقى لك في الاخر شكل المعادله اللي هي 1 على ار. طبعا المفروض ان 1 ده كله هيساوي لما تشيل كله هيبقى لك هنا 0، فلو ضربت الطرفين في ار فده هيطير، فهيبقى لك في الاخر الشكل ده اللي هو دي باي دي ار بتساوي دي باي دي ار لار دي تي باي دي ار بيساوي 0. طب ده كلام جميل جدا. بعد كده اعمل ايه؟ هبتدي اكامل. اول تكامل لما تكامل الصفر هيديك ثابت، يعني تكاملت الصفر اداك ثابت. بعد كده هقسم على ار وبعدين ارجع كامل تاني، فهيبقى الاسم اهي هتبقى سي 1 على ار وبعدين ارجع كامل تاني. تكامل 1 على ار بغض النظر عن الثابت بيساوي للار، يبقى انا المفروض لما هكامل دي هتديك ايه؟ سي 1 لين ار زائد الثابت الثاني اللي هو ثابت التكامل بتاع التكامل الثاني، يعني في تكامل اولاني وفي تكامل ثاني. طيب ده جميل قوي، يبقى انا كده دي المعادله العامه بتاعتي. بعد كده اخش مين؟ زي نفس السيستم بالظبط، المسائل دي سيستمها ما بيتغيرش. اول حاجه بتكتب الهيت ايكويشن اللي بتعبر عن الكوردينيتس اللي موجود عندك، بعد كده بتبتدي تحذف الترمات اللي المفروض بتمثل لك اللي مش موجوده عندك او مش مستخدمه في المساله، ثم بعد ذلك بتبتدي تكامل، ثم بعد ما تكامل بتستخدم الباوندري كونديشن، ثم بتستنتج المعادله بتاعه التمبريتشر ديستريبيوشن. لما استخدم نرجع كده خطوة، لما استخدم الباوندري كونديشن نفس الكلام اللي هي درجة الحرارة عند R1 بتساوي T1، درجة الحرارة عند R1 بتساوي T1. هعمل ايه؟ هشيل ال R دي وحط مكانها R1 وعوض عن T1، هتبقى C1 لين R1 اهيت C1 لين R1 هتساوي C2 اللي هي المعادلة دي، سي 1 لين ار 1 زائد سي 2 بتساوي مين؟ بتساوي تي 1. ونفس الكلام هشيل الار واحط مكانها ار 2، هتبقى سي 1 لين ار 2 زائد سي 2 بتساوي تي 2. طيب هنا بقى المعادلتين اللي قدامي دول انا لازم استنتج منهم سي 1 وسي 2. كل اللي انا اعمله ايه؟ كل اللي انا اعمله ان انا احل المعادلتين دول مع بعض، ومن خلال حل المعادلتين دول مع بعض هقدر استنتج قيمة سي 1 وسي 2 هتكون بكام. لما هحل المعادلتين دول مع بعض ممكن عن طريق الطرح مثلا، يعني ممكن اطرح ده من ده، فسي 2 هتطير مع سي 2 وهيبقى لك مثلا سي 1 لين ار 1 ناقص سي 2 لين ار 2 بتساوي تي 1 ناقص تي 2، وهتاخد بعد كده السي عامل واحد، السي 1 عامل مشترك، يعني دي كده لما تطرح هتاخد السي 1 عامل مشترك اهيت لين او هو طرح اللي تحت من اللي فوق مش هتفرق.
تطرح ايا كان، تطرح اللي تحت من اللي فوق، اللي فوق من اللي تحت، مش هتفرق في النهاية. هينتج عندك الشكل ده اللي هو تي 2 ناقص تي 1. يعني انت لو طرحت ده اللي تحت من اللي فوق هتديك تي 2 ناقص تي 1، وده هيطير مع ده سي 1 لين ار 2 على سي 1 لين ار 1. هتاخد السي 1 عامل مشترك، هيبقى لك ليه لين ار 2 ناقص لين ار 1 اللي هي لين ار 2 على ار 1 اللي هي لين ار، يعني الار 2 على ار 1 على طول لما تقسم عليها هيديك الشكل ده. يبقى ده كده جبت مين؟ سي 1. هتعوض بقى في اي معادله من المعادلتين اللي فوق هتجيب مين؟ هتجيب سي 2. يبقى كده جبت سي 1 وجبت سي 2. هتعمل ايه؟ هترجع تعوض بيهم في المعادله بتاعه التمبريتشر اهوت، هتعوض بيهم في المعادله بتاعه التمبريتشر وهتسيبها بالشكل بتاعها زي ما هو اهو. دي كده انت عوضت بالمعادله بتاعه التمبريتشر، طلع لك الشكل الملعبك ده، تمام. هتعمل ايه بعد كده؟ هو هنا عاوز، هو عاوز بس ما ادالكش، يعني هو مش عاوز عند درجة الحرارة عند نقطة معينة، خلاص. يبقى انت كده بالنسبة لك المطلوب الاولاني انتهى. طب المطلوب الثاني عاوز الريت اوف هيت لوس، عاوز كمية الحرارة المفقودة عندك. طب كمية الحرارة بتساوي ايه؟ القانون بتاع اللطيف اللي هو كي اف اي دي تي، بس مش دي اكس المرة دي، لان هي هنا الحرارة بتتنقل في اتجاه مين؟ في اتجاه الار، في اتجاه نص القطر، تمام؟ وبناء عليها هتبقى المعادله شكلها سالب ك في اي في دي تي باي دي ار، سالب ك في اي دي تي باي دي ار. طيب حلو، مين الاي؟ الاي دي المساحه الداخليه بتاعت الاسطوانه. طب المساحه بتاعت الاسطوانه بتاعت المساحه الداخليه بتساوي ايه؟ بتساوي محيط القاعده في الارتفاع، تمام، محيط القاعده في الارتفاع. طب القاعده هنا عباره عن ايه؟ اهو بص كده، القاعده هنا عباره عن ايه؟ القاعده هنا عباره عن دايره. محيط الدائره بيساوي ايه؟ بيساوي 2 باي ار، 2 باي ار. يبقى ده محيط الـ القاعده في الارتفاع، او لو انا وقفت الاسطوانه دي كده يعني واقفه هيبقى الـ الارتفاع بتاع اللي هو مين؟ اللي هو ال. يبقى المساحه بتاعتي دي اللي هي 2 باي ار ال اهوت، هعوض هتبقى سالب ك في 2 باي ار ال. طيب الدي تي باي دي ار كمان هنعوض عنها، الدي تي باي دي ار فين؟ اهي الدي تي باي دي ار اللي هي عباره عن سي 1 على ار. كل اللي انت هتعمله انك هتاخدها وتعوض عنها في المعادله بتاعتك ده عشان تقدر انك تطلع الحل بتاعك. طيب ده شيء جميل جدا، هبقى سالب ك 2 باي ار ال في سي 1 على ار. طيب بعدين، بعد كده هتعوض بقيمة السي 1 اللي هي تي 2 ناقص تي 1 على لين ار 2 على ار 1، كلها تعويضات مباشرة، تمام. الأول قبل ما تعوض هتشيل الار مع الار دي، الار دي هتطير مع الار دي، فهيتبقى لك سالب 2 باي كي في ال سي 1. بعد كده هتعوض عن قيمة سي 1 هيديك 2 باي كي ال في تي 1 ناقص تي 2 على لين ار 2 ار 1. بعد كده هتعوض عن القيم بتاعتهم، تي 1 معطيالك ب 150، تي 2 ب 60، ار 2 مديهالك، هو مديك الراديوس بتاع الاولاني 8 سنتي ودي 6 سنتي، مش لازم هنا تحول ولا حاجه. الكي الثيرمال كوندكتيفيتي 20 واط على المتر، والال بالنسبه لي اللي هي الطول اللي هو 20 متر، هتعوض وتدي الناتج اللي هو 786 كيلو واط. يبقى احنا النهارده فهمنا الفكره الهيت كوندكشن ايكويشن، قدرنا نعرف ازاي نعمل التمبريتشر ديستريبيوشن، ونقدر نجيب درجه الحراره عند نقطه بعينها في الجسم او في الابلكيشن او في البروبلم اللي انا بحلها، وقدرنا نستنتج كمان المعادلات بتاعه الهيت كوندكشن في السيستم كوردينيتس. لو في اي حد عنده مشكله في اثبات السلندريكال او السفيريكال الاقيها في الديسكريبشن تحت، ولو حد عنده استفسارات فرقم هيكون موجود في الديسكريبشن برضو بتاع الفيديو الواتس. ان شاء الله ألقاكم المرة الجاية على خير في محاضرة تانية من الهيت ترانسفير. السلام عليكم. With our best wishes.